السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في يوميات أم إحسان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معاكم بسيطلات بالحوت ساهلين في التحضير. تابعوا معايا المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو سمك أبيض أي نوع، شوية ديال الكروفيت، شوية ديال شامبينيو، قزبور ومعدنوس، حامض مصير مقطع، التومة والزيتون والعطرية. كناخدو مقلاة كنديرو فيها شوية ديال الزبدة، وكنديرو داك السمك الأبيض كنشحرو شوية. وكنضيفو عليه شوية ديال الملحة. وكنضيفو شويه ديال الابزار. وكنضيفو شويه ديال الثومه غبره. درت النص ديال الكميه ديال السمك، وما غنشحرو ونحيدو ندير النص الثاني. كنضيفو شويه ديال الخرقوم بلدي، وشويه ديال القزبور ومعدنوس، وشويه ديال الثومه محكوكه، والحامض مصير. ملي شحرت الكميه الاولى حيدتها ودرت الكميه الثانيه، وزدت عليها جوج ورق ديال الرن ولا ورق موسى، وشويه ديال العطريه ديال البسيط ديال الحوت، حيت نسيت ما قلتهاش لكم في الاول. وكنديروا نفس العطريه، البزار شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الثوم والحامض المصير، نفس العطريه. كناخدو نفس المقله وكنديرو فيها شويه ديال الزبده، وكنديرو داك الكروفيت مع داك دوك الوراق ديال الرم. نفس المقله كنديرو شويه ديال الزبده، وكنديرو الشامبينيو كنشحروه، ولكن ما كنديروش العطريه، كنديرو غير شويه ديال الصوص الصوجا صافي. الا عندكم صلصه ديال السمك ديروها، لان ما كانتش عندي صافي ما درتهاش. درت نفس الطريقه الشعريه الصينيه، ملي رطبتها في الماء السخون
خليتها حتى ارتبط مزيان وصفيتها وقطعتها بالمقص ودوزتها في شويه ديال الزبده والصوص صوجا. خلطت كل شيء، خلطت الحوت مع الشعريه الصينيه والزيتون وشويه ديال القزبر المعدنوس. كنحتاجو ورقه والزبده مذوبه. دابا غنعمروهم. كناخذوا الورقه الاولى كندهنوها مزيان بالزبده. كنحتاجو ايضا البيضه باش نلصقوا الورقه. كناخذوا كميه من الحشوه كنديروها في الوسط. كنشوهم في الجنب وكنسقوهم بالبيض. الا بغيتي تشكلوهم على شكل دائره شكلوهم. انا عندي ورقه مربعه داكشي علاش شكلتهم على شكل مربع. خديت الورقة الثانية ودهنتها مزيان بالزبدة وكنديرو ديك اللي عمرنا كنديروها في الوسط. كنسدوها نفس الطريقة، كنديرو شوية ديال البيض باش تسد لينا الورقة وكنستفوهم في اللاطة. كنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا دوك البسيطلات اللي عندنا ونكملوا الحشوه وندخلوهم للفران. ملي كنساليهم كندهنوهم مزيان بالزبده وكنثقبوهم ندخلوهم للفران. الفران يكون سخون على 200 درجه. كنطيبوهم من التحت والفوق صافي. ملي كيطيبو كنديرلهم شويه ديال الفرماج محكوك. ها هما ملي طابو زيدتهم بالفرماج محكوك وفرشت لهم شويه ديال الخس. وبالصحه والراحه، كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم وما ساهلين. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تشجعوني وتبارطاجيو الفيديو. اللي مازال ما مشاركش القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساونيش من التعليق واللايك. شكرا بزاف على التعليقات ديالكم اللي كتشجعني. وبصحه والراحه، الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.